احبائي احباء الطبيعه باش نصور لكم فيديو مزيان برشا. اليوم صحبته يوشي زت يوشي فلات يوشي كيه مع يوشي باش نعملو فلوك صغير مع بعضنا نحوسو في الطبيعه في الطقس الجميل هذا المزيان. باش نعملو دوره مزيانه برشا باش تعيشوا معنا لقطات معنا لحظات مزيانة. هذا الكل تابع طبعا إلى عائلة زوجتي إلى سهري وسهرتي الكل. هذا الكل معناتها ملك خاص. أي بابا إيش هبدا يوشي بابا قزاك والله إيش هب إن قزاك هيا بابا زود اسمين تون يا شديكم ياشي لانكسام لانكسام كان ياشي لانكسام يا هاي كي كي ما يفرح هذا الكل ملك خاص تالك ها يا نتفلش كي ماين فرينت سو خرجنا من الملك الخاص احنا تو هذه فما غادي فما شي يقولوا له حقل معناتها خاص للفلاح وهذا ملك عام عمومي اللي احنا تو فيه هنا ملك البلدة. ماخت نيكس ماخت نيكس امشي ياشي كي سا ياشي كوكو ما سا زت كان لا نيم دان كي 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 ابا لانكسم نه شوفوا حب يكتشف طبعا ديما وعملت لكم مره فلوق قلت لكم ديما يجبد اخزر تو ما عادش يجبد ها ها صرفيتو ها ها معناتها تصديقا للمره اللي فاتت والله تطلب الامر فقط الفلوق اللي صورته لكم المره اللي فاتت وانا ندرب فيه ياشي شنو تو طلع لنا كذاب ولا شنو ما جبدوش مقنف راه نحله ها يحب يلعب مع نحله هيك ها سو مشيو معاه وحده وحده ياشي كوكما ليتس اما لانكسم لو كنت بيت سوزامن كي هي لا تستمع الماين فرانك وها ستوك الان موسم فيك غادا او سودا هي اوكي كان نفسر الاخرى وياشي ديما تبشر ها اخسر ها والله صدقوني له يجبد له حتى شيء من المره الاخرى تعلمت المرة الأخرى أنا نفس الشيء ها ها يا أوكي أوكي سوف نذهب من هذا الطريق كان احترازي صحيح ياشي زت كان كي مان فرانت und langsam أوكي هذا حق نتاع رابس طقس جميل جدا بسم الله ما شاء الله جميل جدا سقط عصافير خليكم تشاهدوا المنظر هذا معناتها قاعد نصور بالكاميرا الأمامية فطبعا الصورة لن تكون يعني رائعة جدا ولكن خير من بلاش أريكم الكتفاس هنالك في الأسفل القطار محطة القطار أو كوقف هذه يوشي لانكسم كوكوما لانكسم لاس مش فو لاس مش فو كان سأركم من هنا يوشي زيت بلات لا سيتها اوكي هاي كو يا غول ماي فرايند بستا بستا كملوا رحلتنا مانيش نطولكم فلوك برشا برشا يكفي وانو بعض الدقائق اخرين كملوهم انت هاكم تشوف في المنظر لوطة البلدة اللوطة بلدة صغيرة قرية هذه قرية نيدا سالترس يوشي هي كم
شاء الله تكونوا قاعدين تشوفوا في المنظر الجميل. احنا في الاعلى ها، صار لكم كتف راس، حاولوا نستمتعوا مع بعضنا بهذه الفيو الخلابة الفوق. اما باي مية ماي فرايند كا، اما باي مية اوكي. شابت شليب ها، انظروا ها، دربت المرة اللي فاتت نصف ساعة والحمد لله، انا معناتها محترم اللي ربيته عليه. فكر نص ساعة هذيك علمته حاجة، صرنا هذا رابس، هذا النوار، هذا الزهر، هذا هو رابس، يصنع منه الزيت. تحدثت عنه في آونة فارطة أن هذا الورد أو الزهر يصنع منه الزيت، زيت الرابس اللي يستعمل سواء قليان أو في السلطة، زيت النباتي طبعا. نعم، زيت النباتي عندما يعني نحب نفسر لكم بلغة أوضح، يصنع من هذا الزهر الأصفر. هذا كله حقل تابع يعني الفلاح زرع رابس لكي يصنع منه الزيت، زيت الرابس. ايش ايش من هنا، كم من فم هي فم هي 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 كوكما فم هي ماين فريند هي اون لانك سما انظروا ها سو نعطيوه لانه يسمع الكلام، وانا فرحان بالنتيجه اللي وصلنا لها مع بعضنا. نصبر ونعطيه هديه. شو ماين فريند كوكما كوك سو يا فول بس ماين بيست فريند بس نبافا سواء ما يمكنت كم هي 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 هونتن هونتن كم لاف ما طال ها يا اشتا زو فندبا فندبا شو ازو في ادن فال هاد سو طول فونكسيونيت سي طول فونكسيونيت لاتس ذا مال هات نو هالب ستوندا gebraucht und es ist alles super. Yoshi, willst du Pipi machen oder was? Ha? Komm von hier, mein Freund. Komm von der Seite. Ich mein Freund. Komm, komm. Da هو يظهر لكم ها، في ساكة ها. صباح هو لا يسحب يعني كيف ما قبل ها، انظروا يبحث ها، هذيك هذا حقل نتاع رابس. انظروا يا لجماله هذا المنظر الجميل، معناتها الخلاب هذا وسط الزهور الصفراء خلفي هاك هنا ايضا، هذا الكل يصنع منه الزيت النباتي. فاتي مرة دخلت في وسط الحقول هذه، دخلت في وسطها خرجت بكل أصفر، دبش الكل تبقعت بالأصفر، ويصعب نزعه لأنه يصنع منه الزيت، زيت يعني بالصيف ما البلايس ما تنحاو يخرج واحد أصفر هكا كيف من هنا أو من الزهرة متاعه، هذا يصنع منه الزيت ها، رابس أويل زيت نباتي. كلها حقول متاع رابس الكلها ها، يتراو فيها هذه الكل هي حقول، حقول لصنع الزيت الكل، حتى في الشيرة الأخرى اللي من غادي تشوفوا فيها باش نوريكم ها، اللي من غادي ريتو وين صبعي ثم هاك الكل كل 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 الكل رابس ها، الكل رابس لأنه هذا وقته، وحتى الشيرة اللي من غادي بكل بعيدة معناتها ياسر كيلومترات الكل زاد. هذيك متاع زيت نباتي، مزروعة زيت نباتي هنا زاد ريتوش ها، على الكتفاس كل هي كل كيف من الحقل هذا والحقل هذا الكل كل اهل الزيت النباتي الكل كل اللوطة زادها في الاسفل ده كلها زيت نباتي. هاي فون اليس ايا وي هابن جيلد فيدينت هايت also muss man weiter machen. سهرتي تسالني يعني
ماذا تحكي دائما يعني في الفيديو؟ لديك عطلة. قلت لها يعني اليوم تحصلنا على المال من عند اليوتيوب، يعني علي القيام بالمزيد، يعني علي المواصلة. Come my friend, hey come, نيم my friend, cook cook that that only دابور. زطالي هذا دي بفادة زند نش ما أنتن دي بفادة دي بفادة يا بس يا شاد. وهذا نعمة، هذا قمح تقريبا، هذا قمح، هذا يصبح طبعا عندما يكبر يصفر. هذا القمح، هذا زرع النعمة طبعا، مازال وقتها، مازال أفريل، حبت لها الأعقاب ماي جوا، شهرين أخرين على الأقل ثم يتم حصادها أعقاب جوا إن شاء الله. هذا الكل هنشير متاع النعمة. قد صورنا دقيقة ولا أريد التوقف، ولكن يعني أنا نصور عسى أنا قم بالجولة مع بعض. انظر هذا المنظر خلاب. لا إله إلا الله محمد رسول الله. مدينة خلفنا، ها بيت الأرض، منازل في الخلف. هذا يوشي يبحث يبحث يشمم. سو أحبائي، لا أريد أن أقلقكم أكثر، إن شاء الله تكون المنظر هذا الطبيعي يعجبكم. غدا إن شاء الله نقوم بالمزيد، أعدكم بذلك، يعني موضوع آخر وفلوك آخر بحول الله، نقوم به مع بعضنا وإن شاء الله يعجبكم. دائما أعدكم بالجديد كل يوم، يعني العديد من الفيديوهات بإذن الله. أنتظر تعليقاتكم، فهذا هام جدا بالنسبة لي وللمواصلة القناة، وباش نعرفوا معناتها تفاعلكم وشنو اللي يعجبكم وشنو اللي ما يعجبكمش. أحبكم كثيرا للقاء في فيديو جديد. Peace and love.